مخزون التبويض هو ببساطة عدد البويضات المتبقية داخل مبيض السيدة. طيب ايه قصة مخزون التبويض ده؟ لازم نعرف مخزون التبويض ده بدايته بتبقى ازاي. كل واحدة وهي جنين موجودة جوه رحم امها بيبقى في جوه كل مبيض فيها ملايين من البويضات، وتبتدي بعد كده ما يسمى الانتقاء، اول مرحلة في الانتقاء الطبيعي للبويضات دي. تبتدي البويضات دي تقل 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 لحد يوم الولادة، بتتولد السيدة دي او الطفلة دي او الجنين دوت بعدد من البويضات ثابت معين. تبتدي بعديها المرحلة التانية في الانتقاء الطبيعي للبويضات، من ساعة ما تتولد السيدة لحد ما توصل لسن البلوغ. توصل لسن البلوغ تبتدي تقل عدد البويضات، تقل عدد البويضات لحد مع سن البلوغ بنقول ان متوسط عدد البويضات عند السيدات بيبقى حوالي 500,000 بويضة. طب هل خلصت عند كده مرحلة الانتقاء؟ لا، لسه بتفضل مستمرة لحد سن انقطاع الدورة. ازاي؟ لو حسبنا 500,000 بويضة بتبتدي بيهم السيدة عند سن البلوغ، وتبتدي كل شهر يطلع منها بويضات، كل شهر يطلع منها بويضات لحد سن انقطاع الدورة. لو حسبنا الفترة دي متوسطة عند السيدات من سن 15 سنة لسن 45 سنة، يعني حوالي 30 سنة. طب لو قسمنا 500,000 بويضة على 30 سنة هنلاقي ان كل سيدة بتفقد كل شهر حوالي 1000 بويضة من مخزون البويضات بتاعتها، واحدة بس اللي بتخرج والباقي يضمر ويتلاشى. دي المرحلة اللي بعديها في انتقاء البويضات. طب كل واحدة بتتولد عندها نفس المخزون عند غيرها؟ لا، مخزون البويضات بيتراوح في 500,000 بويضة دي ما بين معظم السيدات. يعني بنقول ان سن انقطاع الدورة الطبيعي عند اي سيدة اللي هو بنقول انتهاء مرحلة الخصوبة عند السيدة بيبقى من سن 45 لسن 55. طب ممكن يخلص قبل كده مخزون البويضات؟ ممكن يخلص قبل كده مخزون البويضات لاسباب اكتر من 90% منها مش معروف لحد دلوقتي. ممكن السيدة دي تكون مولودة بعدد اقل من غيرها من البويضات، فتيجي تخلص عندها مخزون البويضات ده في سن صغيرة في الثلاثينات، وبنلاقي في العشرينات كمان في سيدات وبنات في العشرينات من عمرهم انتهى عندهم مخزون البويضات. المشكلة في ايه؟ المشكلة ان مخزون البويضات ده ملوش اشارات. يعني ممكن السيدة دي يفضل مخزون مبيض عندها كويس 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 والدورة بتاعتها منتظمة والتبويض بتاعها كويس جدا، وفجأة نلاقي الدورة بتاعتها تأخر وابتدى يحصل مشاكل ومخزون البويضات أوشك على الانتهاء عندها. فعشان كده احنا دايما بننصح ان انا مش كون ان انا الدورة عندي منتظمة ومش كون ان انا شايفة ان انا التبويض عندي كويس، ان انا اقعد اهدر من الوقت واهدر من العمر واهدر من مخزون التبويض بتاعي على الفاضي. يعني ما ينفعش واحدة تفضل حياتها كلها بتاخد تنشيط للتبويض تنشيط للتبويض تنشيط للتبويض على امل ان يحصل حمل، وفي الاخر ما يحصلش حمل. ووقت ما نبتدي نقتنع هي او الدكتور اللي بيتابعها ان احنا خلاص الطريقة اللي احنا ماشيين وراها دي عشان يحصل حمل غير ذات جدوى وما حصلش منها حمل، ابتدي اكتشف وقتها معلش احنا ما حصلش حمل عن طريق العلاقه الزوجيه العاديه، بس معلش انا اسف انا هبلغك خبر وحش قوي دلوقتي، احنا مخزون البويضات بتاعنا من كتر التنشيط اللي احنا خدناه السنين اللي فاتت دي كلها انتهى. وفي نفس الوقت ما ينفعش افضل معتمده ان انا كل حاجه عندي كويسه جدا دورتي منتظمه جدا يبقى انا هفضل كده عندي تبويض لحد سن ال 45 او ال 50. لازم مخزون البويضات دوت اتعامل معاه بحرص شديد جدا. لازم ابقى عارف كويس قوي ان ده الجواهر اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لي، واللي لما هتنفذ من عندي مش هتتكون تاني. طيب يبقى اتعامل معاه ازاي؟ اتعامل مع مخزون التبويض دوت بالهدف اللي انا عايزه من وراء البويضات ده. ايه الهدف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق من وراء البويضات دي؟ ان يحصل حمل، مش ان البويضات دي تهدر على الفاضي. يبقى سواء انا عندي مخزون تبويض قليل سواء انا عندي مخزون التبويض كبير، يبقى لازم ما اهدرش من المخزون دوت على الفاضي. اهدر من المخزون دوت بخطوات اللي احنا بنسميها سلم المساعدة على الانجاب. ابتدي اول خطوة شهور معينة، اول خطوة دي طلعت اول سلمة وحصل حمل الحمد لله رب العالمين، ما حصلش حمل لازم ابتدي اخش في الخطوة اللي بعديها السلمة اللي بعديها، حصل حمل الحمد لله ما حصلش حمل ما افضلش اواح في اول سلمة او في تاني سلمة اطلع وانزل اطلع وانزل من عليها وفي الاخر ما بيحصلش حمل وانا عمال اقدر من مخزون البويضات عندي. لازم طالما ان اول خطوة ما جابتش نتيجة ولا تاني خطوة جابت نتيجة اخش على الخطوة النهائية اللي هي بنسميها الحقن المجهري واطفال الانابيب.